طيب خلينا نقرب للصورة بشكل أكبر ونعرف آخر التفاصيل والكواليس، ونروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي، واللي هيصاحب البعثة للإمارات وبالتحديد مدينة العين بخصوص تغطية كواليس هذه المباراة وهذه البطولة أمام نادي الزمالك في السوبر. وهينقل لكم لحظة بلحظة كل الكواليس زي ما حضراتكم متعودين دايما من خلال شاشة قناة الأهلي، بس خلينا مبدئيا كده نعرف منه آخر الأخبار والكواليس في مطار القاهرة الدولي قبل التحرك بإذن الله تعالى. يا فاروق مساء الخير. كل التحية لك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وبإذن الله يا أمير يعني بنظرة تفاؤل بإذن الله يعني نرجع للقاهرة بإذن الله، والنادي الأهلي بطل لكأس السوبر بمشيئة الله إن شاء الله. اللي احنا لامسينه يا أمير والله من يعني الجدية والتركيز اللي عند المدير الفني والطاقم المعاون وأيضا اللاعبين بتغني عن أي رسالة عن أي حديث. الجميع مقدر قيمة هذه المباراة قبل ما تبقى للجماهير امير للعيبه نفسها، فدي نقطه مهمه جدا لمستناها. اللعيبه عندها تصميم انها تفرح جماهير النادي الاهلي، اللعيبه كلها يعني زي ما تقول كده امير بلغه الكوره انت مستني هذه المباراه علشان تبقى يعني بدايه موسم باذن الله يكون مليء بالبطولات، وباذن الله تكون البدايه مع بطوله السوبر باذن الله امير. ان شاء الله باذن الله فاروق نفرح كلنا يوم الجمعه باذن الله 1/1 وترجعوا لنا بكاس البطوله وفرحه جماهير النادي الاهلي وباداء يكون مميز ان شاء الله تعالى. لكن خليني اتكلم معاك بخصوص الاخبار اللي عندك، حطنا في الصوره وفي الاجواء كده في مطار القاهره الدولي، بدايه توافد اللاعبين للمطار، ايه اللي بيحصل دلوقتي، يعني مين موجود من اللاعبين، مين ممكن يكون غايب عن قائمه الفريق، فقول لنا بعض التفاصيل المهمه اللي ممكن تكون بتهم جماهير النادي الاهلي. يعني خليني اقول لك يا امير يعني قبل ما نتكلم على تفصيل المطار هنا، خلينا نتكلم ان الفريق خلاص يعني كان بعد مباراه اسوان كان الفريق ادى تدريب وحيد، ثم كانت اليوم طبعا توجه الى مطار القاهره باذن الله. من الامس يعني مستر مارتن كولر المدير الفني للنادي الاهلي خلاص كان قفل صفحه الدوري، بدا التحضير لمباراه الزمالك. طبعا ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي طبعا كان يعني اخر مباراتين للنادي الزمالك سواء امام سموحه او سيراميكا او المباريات اللي لعبها الزمالك في الدور التمهيدي ودور ال 32 كلها موجوده. مستر مارتن كولر بيتفرج على فريق الزمالك، بيعرف نقاط القوه والضعف، خاصة ان دي هتبقى اول مواجهه ما بين مستر مارتن كولر وفيريرا المدير الفني للنادي الزمالك. هو عارف في اهميه هذه المباراه يا امير للمدير الفني وللنادي وللجماهير، هو عارف قيمه هذه المباراه والدرجات، لكن هو واحد من المدربين اللي بيحاول يفصل فصل تام ما بين كل مرحله والثانيه. يعني وقت المباراه الافريقيه ما كانش اي حديث عن الدوري، بدا الدوري التركيز كله في المباراتين اللي الفريق خاضهم كانت امام الاسماعيلي طبعا واسوان، ثم بعد مباراه اسوان خلاص بدا التركيز كله على مباراه الزمالك. لما يعني لما اتكلم قال ان اللعيبه ما فيش ان اللعيبه اكيد او منشغله بمباراه عن الثانيه، كل مرحله بمرحلتها. النهارده مستر مارتن كولر اللاعبين طبعا الجميع توافد منذ الساعات الاولى على مطار القاهره، يعني تقدر تقول الساعه 11 صباحا بدا توافد اللاعبين على مطار القاهره. خليني اقول لك ان بالامس كان سبق البعثه في التوجه الى الامارات العربيه المتحده وتحديد ابو ظبي الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي طبعا لتنسيق وترتيب كافه الامور الخاصه بوصول بعثه فريق النادي الاهلي. النهارده طبعا موجود طبعا الدكتور محمد شوقي رئيس بعثه النادي الاهلي، معالي الوزير عمرو فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره المساندين مؤذرين، الجميع بيساند وبيؤذر لاعبي النادي الاهلي. خليني برضو يا امير برضو عشان نقرب الصوره، مستر مارتن كولر قعداته وحديثه مع الكابتن سامي قمصان مع جيرالدو المدرب العام كريستيان اندويا الحديث عن هذه المباراه. ما بين وقت والتاني يا امير واحنا قاعدين في المطار بعض الفيديوهات بيطلعها بيتفرج على بعض الامور الخاصه، بيبدا طبعا انت عارف منظم جدا المستر مارتن كولر. برضه عايز اطمنك على اللعيبه طبعا خلاص تقدر تقول يعني جانج طبعا مش موجود معانا في هذه المباراه، وانضم يعني بديلا لديانج احمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الاولمبي اللي انضم للنادي الاهلي اللي موجود معانا في هذه المباراه. بطمنك ايضا على كافه اللاعبين طبعا كابتن محمد الشناوي ايمن اشرف كافه اللاعبين واحاديثهم مع
مع لاعبي النادي الاهلي عمرو السوليه وحمدي فتحي. انت عارف ان في ثنائيات دايما، يعني انت بتلاحظها طبعا. تلاقي الثنائيات ايمن اشرف موجود يا فاروق، صح؟ انت بتاكد على ايمن، لان بصراحه في بعض القوائم اللي انتشرت كده هي مش رسميه خالص ومش من النادي الاهلي، لكن انتشرت على السوشيال ميديا امبارح ما كانش بيتضمنها اسم ايمن اشرف يعني. لا بالفعل يا امير، ايمن اشرف موجود، وده بقول لك يعني واحد من كباتن الفريق، ياسر ابراهيم، حسين الشحات، طبعاً علي لطفي، محمد هاني. يعني انا بترسل لك في اللاعبين: طاهر محمد، طاهر، احمد نبيل، كوكا، شادي حسين، السوليه، بيرسيتاو، مصطفى شوبير، علي لطفي. يعني بطمنك كافه اللعيبه موجوده يا امير، ومحمد مجدي، مجدي اكشا، الجميع. زي ما انا بقول لك يا امير في ثنائيات بتلاقيها، يعني دايما في الاعداد تلاقي عمرو السوليه دايما اقرب حد بيبقى قاعد معاه دايما هو حمدي فتحي او مصطفى شوبير، علي معلول طبعا، ومحمد شريف. الجميع يا امير عارفين مباراه مهمه جدا. خلينا ناكد برضه على صعوبه المباراه، مواجهه صعبه جدا طبعا طبعا، لكن ان شاء الله ثقتنا في لعيبه النادي الاهلي. برضه يا امير برضه عشان تبقى الصوره كامله للجماهير، طبعا من المقرر ان الفريق مش هيأدي اي تدريب النهارده طبعا، انت عارف أكيد. هيكون وصولنا الى ابو ظبي في تمام الساعه 7 الا ربع بتوقيت ابو ظبي، 5 الا ربع بتوقيت القاهره. من المقرر ان هيكون اول تدريب للفريق غدا بمشيئه الله، هيكون صباحا، يعني جاري تحديد الميعاد مستر مارتن كولر، لكن باكد لك انه هيبقى صباحا بمشيئه الله. تدريب واخر او التدريب يوم الخميس هيكون على ملعب او استاد هزاع بن زايد اللي هيستضيف احداث المباراه، واللي نتمنى فيها ان شاء الله يا امير كل التوفيق لفريق النادي الاهلي بمشيئه الله. التوقيت بتاع تدريب الاهلي الرئيسي على ملعب هزاع بن زايد، هل تم تحديده كتوقيت ولا لسه ما تمش التنسيق بخصوص الجزئيه دي، خصوصا ان المباراه تعتبر بتاعت نادي الزمالك، لكن في نفس الوقت نعرفه ان اكيد لما الفريق الضيف مثلا او الفريق اللي هو ما بيبقاش صاحب الملعب طبقا للتنظيم بتاع المباراه دي بيكون بيتمرن في التوقيت بتاع المباراه، يعني المفروض الاهلي يتمرن الساعه 7، هل تم التنسيق بخصوص هذا الامر ولا لسه يا فاروق؟ لا خليني اقول لك يا امير ان ولا حتى الان يعني ما صدرش اي تصريح بشان التنسيق بهذا الامر، في انه منتظر يعني نقول البعثه، واكيد يعني وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ في الامارات قبل البعثه بيوم هو يعني كان لهذا الامر التنسيق لهذه الامور، وايضا التنسيق للملعب اللي هيتمرن عليه فريق النادي الاهلي. لكن ان شاء الله مع يعني تقدر تقول مع وصول البعثه يكون تم طبعا في المؤتمر او يعني الجلسه التنسيقيه سواء لتدريب النادي الاهلي او تدريب النادي الزمالك جاري تحديدها طبعا. برضه امير عايز اكد على يعني الجهود المبذوله من دوله الامارات العربيه المتحده، ودي نقطه مهمه جدا. يعني استقبالهم واستضافتهم لمباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك ده بيدل على عمق العلاقه اللي بتربط اكيد مبين. العلاقه مميزه جدا بصراحه يا فاروق طبعا، يعني ما بين المصريين والشعب الاماراتي الشقيق، ودايما بيبقى في تنظيم اكثر من رائع. احنا دلوقتي واحنا بنتكلم معاك معانا لقطات لاستاد هزاع بن زايد اللي يعني في ذكريات سعيده كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وهي مباراه السوبر بالمناسبه اللي كانت في 2015 على ما اتذكر، والاهلي فاز فيها بنتيجه 3-2. كان كابتن عبد العزيز عبد الشافي هو المدير الفني للنادي الاهلي، وكان ساعتها فيريرا هو المدير الفني لنادي الزمالك. يعني برضه لقطات اهي للمباراه. اتفضل يا فاروق. يا امير خليني اقول لك برضه نقطه من النقاط المهمه، لانك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان يعني مباراه الاهلي والزمالك اللي في 2015 اللي كانت اقيمت على يعني على هذا الملعب اللي كانت انتهت بفوز النادي الاهلي 3-2. خليني اقول لك ان الامارات بتستضيف البطوله للمره الخامسه، يعني المرتين منهم اللي توج بيهم النادي الاهلي المرتين كانوا على استاد هزاع بن زايد. بالظبط. سواء اللي كانت امام نادي الزمالك او اللي امام نادي المصري اللي كانت انتهت بهدف وليد ازارو. اتمنى ان شاء الله يعني النقطه برضو المهمه امير من النقاط المهمه على جماهير النادي الاهلي اللي يعني من المنتظر او بتنتظر وصول البعثه، خليني اكد لك ان الحضور الجماهيري ليس هيبقى مش المصريين المقيمين فقط في الامارات العربيه المتحده، ولكن بدا توافد الجماهير النادي الاهلي من الدول المحيطه سواء من السعوديه، من الكويت، من قطر، من البحرين، من عمان، من جميع الدول المحيطه بالامارات لمسانده ومؤازره النادي الاهلي، ايضا الى جانب بعض الجماهير اللي هتيجي من مصر الحريصه انها تساند وتؤازر النادي الاهلي. نتمنى امير طبعا جماهير انت عارف دايما جماهير النادي الاهلي بترسم ملحمه. اكيد. نتمنى باذن الله ان المباراه تخرج في اطار من الروح الرياضيه ما بين ان شاء الله طبعا ان شاء الله وما بين الجمهورين طبعا، نقل الصوره الجميله للشعب المصري والرياضه المصريه.
وطبعا كل التوفيق نتمناه طبعا لفريق النادي الاهلي باذن الله. امير، اخيرا يا فاروق عشان ما اعطلكش، عشان عارف ان انت بتخلص اجراءات السفر، عايز اعرف بالظبط وتوصف لي الحاله المعنويه بالنسبه للاعبين في مطار القاهره اول ما شفتهم قبل السفر في هذه الرحله الهامه. يعني اقدر اقول لك يا امير، اهميه المباراه وقيمه المباراه للعيبه قبل الجمهور هي اللي بتلخص الكلام، يعني بتلخص كثير من جدا بالنسبه للاعبين. في تركيز، في لعيبه مستنيه يعني توصلك بلغه الكره، مستنيه هذه المباراه. في لعيبه بتتمنى المباراه النهارده قبل بكره. في عارف اهميه مباراه الاهلي والزمالك انها واحده من المباريات اللي بتعلق مع الجمهور، وانها كمان يا امير مرتبطه بمباراه ببطوله، اعتقد بتدي مزيد من الاهميه من التركيز. اللعيبه الانتصارين اللي حققهم النادي الاهلي في الدوري وايضا اللي تعمل الملف الافريقي والصعود الى دوري المجموعات، مدي مزيد من الثقه والقناعه الفنيه ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني. مستر مارسيل كولر بيصد في اللعيبه، قال لك انا بثق في اي 11 لاعب، كل اللعيبه جاهزين في اي وقت. ودي الامور اللي يعني الحوافز اللي عند اللعيبه، بيخلق حافز للعيبه بالتتويج بالبطوله. الحافز موجود عند اللعيبه، بيتلاقى مع الحافز اللي موجود عند الجهاز الفني. نتمنى ان شاء الله يا امير ان هو يترجم على ارض الواقع باذن الله، وتكون لعيبه النادي الاهلي في يومها ومعانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله في هذه المباراه، ونتوج بالبطوله بمشيئه الله. امير ان شاء الله يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا، وتروحوا ترجعوا بالف سلامه، ويكون معاكم البطوله باذن الله تعالى عشان جمهور الاهلي كله يفرح، وتكون بدايه تعويض جمهور الاهلي على الاخفاقات اللي كانت موجوده او عدم التوفيق اللي ما كانش محالف الفرقه في الموسم الماضي في مختلف البطولات. بنشكرك يا فاروق شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح من رئيس القاعده الاهلي كان معانا من مطار القاهره، قال لنا تفاصيل كتير جدا قبل دقائق من سفر بعثه الفريق للإمارات، بالتحديد أبو ظبي، قبل الوصول كمان لمدينة العين اللي هيكون مكان أو هتكون مكان لقاء الأهلي والزمالك في السوبر. إن شاء الله الأهلي يكون موفق.